سلام سلام، ومعاكم يحيى الكلام. حبيباتي، بشبوشاتي، صديقاتي، زملائي الأحباء، إليكم اليوم أكلة شعبية قديمة جدا 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 عندنا في البلاد، في توبورت مشهورين بها. تأكلها النافس، يأكلها المريض، يأكلها الصحيح، يأكلها يبغي يسر. وكل هذا في المرورة. المرورة هو عبارة على كسكسي، يعني عيش كما يقولوا الناس من برا، ما يقولوا البركوكش ولا البركوكس، بالأعشاب، الحشاوش احنا نقول الحشاحش، احنا نقول الحشاحش ولا الحشاوش، كيف الأعشاب هكذا. تشوفوا كيفاش الطريقة نتاعي، كيفاش نحضرها، وعلى طريقة ماتنا، وكل واحد كيفاش يديرها. على غالب تشوفوا المقادير وكيفاش نفتلوها وكيفاش نجيبوا الأعشاب. وديروا التدابير هادو نتاع حوريتكم، وكثروا لها لي لايك من فضلكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. راهي واحد الريحة فيها، سيتو مع هاد الحمان، حمان يعور يقعر. وبصح هادي الداوي، والله ما فيها تغزغيزة، فتلتها أنا وخدمتها أنا وكل شيء أنايا، وجات هايلة هايلة هايلة. شهيت صحتنا احنا وشهيتكم توما في الجنة. ديروها هاد الأيام، روحوا اشروا 5000 برك نتاع أعشاب، تجيكم يا حسرة خير ربي. هيا كشوفوا كيفاش تبرق فلفلة حارة وحامضة وميدومة، وفيها الأعشاب تنحل الدمار وخلاص. وش نقولكم، هاكو ذوقوا شوية فول وحمص وبطاطا وأعشاب وتوابل، والدنيا كل هنايا تنحل الروماتيز القديم. سيتو هنا درك في وسو، يلا إليكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي قلت لكم 7 أعشاب باش نعملو المرورة، مرورة النافس ولا الناس ناكلوها هكذا، ناكلوها حتى في الصيف، نقولوا في وسو في مي أوت، كل 15 أوت الفوق نبدو ناكلو فيها، خاطر باش تنحي داك العرق القديم والروماتيزم، ويتبري الكرش كل شيء فيها. يعني الحشاوش هادوما مفيدين للصحة بامتياز. هنا الأساس هاد المرورة، احنا نقولها المرورة، العيش اللي بالأعشاب هو هذا. الوغ نبداو بهاد القرطوفة، هادي نعيطولها القرطوفة، يعني نكتب لكم هنا اسمها قرطوفة. فيها هاد الحوايج الصفورة هادوم، هادي توزوز هكا في اللسان، ونديرو منها ياسر، نديرو يعني نقولو 200 غرام من هادو، ومية من هادوك الاخرين. الوغ عندنا يزير، هادا نعيطولو يزير هاوك. ومن بعد نكتب لكم في الصندوق الوصف الاسم نتاعو بالفرنسية اللي كان لقيتو، يعني نكتبو هنا. يا عندي اللالة، المكون الثالث هو اللالة. شوفوا اليزير كيفاش داير، كبير، وهذه اللالة صغيرة. هنا هاد اللالة تبرد الكرش هايلة. عندنا الفليو، الفليو هو لامونت بوليو، ريحته هايلة هايلة هايلة. الوغ نحلها، كبروا بالكم معايا، تكون يجي الفيديو شوية طويل، راني باش تستفادوا برك لاجيناسيون جديدة، هادي ما تعرفش هاد الحوايج. الوغ هادي، هدا هو الفليو، شمو، غير حليت الصاشي يفحفح هايل. فليو سي لامونت بوليو، فليو. الوغ هنايا عندنا مقل الصيف، مقل الصيف ولا مقل الصيف. هنا عشبة تاني بري داوي الجهاز الهضمي وحتى العظام، نحل البرد القديم، ويعطوها للناس قلت لكم، ويعطوها للطفلة لا جون في يعني حائض عزكم الله، باش ما تقعدش مبوشيت لها اونفا، ما تقعدش ما تمشي لها لي راجل تاعها. هنايا هذا هو مقل السيف. وعندي الريحان، الريحان هو لبازيليك،
ولا لا ميخت. هذا هو الريحان، شو كدير الريحان يفحح ثاني وهايل الاستوماع والجهاز الهضمي. عندنا الزعتر بتاع، عندنا الزعتر، الزعتر ثاني مليح للصدر، حتى ديك لابول تاع اللي في الاستوماع ينحيها لو تان. هاديك استنى شوف هذا لو تان كيفاش داير. الزعتر الناس الكل يعرفو ساهل يعني. هادوما نرشيهم كامل ونغربلهم ونفتل بهم الطعام. دوك تشوفوا البركوكس، يعني البركوكش المرورة، احنا نقولوا لها المرورة. عندنا سبعة، عندنا قرطوفة، يزير، لالا، فليو، وعندنا فخورية هدايا مقل السيف، وعندنا الزعتر، الزعتر، وعندنا الريحان. 1 2 3 4 5 6 7 سبعة أعشاب نديرهم اليوم في المرورة نتاعنا. شوفوني كيفاش نفتلها وكيفاش ننصبها وتجي على كيف كيفها. درك تشوفوا المقادير تاعها وبالتفصيل الممل. كبروا بالكم معايا، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. وصلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم اليوم عندي الكسكسي بالاعشاب، بالاعشاب مغذيه وداوي وتشربها النفس وممنوع على الحامل. نفضلكم ما تاكلهاش باسكو طيح لو فيتوس. الوغ بعد الشر تاكلها الطفله، كما قلت لكم قبيل الطفله العاتق اللي عندها العاده تاكلها مليحه، تسرح تسرح كلش. هنا عندي التوابل، عندي السكنجبير، زنجبيل، عندي الفاح، الفلفله حاره، عندي ملح، فلفل عكري حلو يعني، وعندي القوجه، ها فلفل دريس، وعندي زجور قطرند ولا هذا فتفتين عندي على خاطر تكاوى زوج ولا زوج ونص. هنا عندي الفول والحمص مرنخ، بيان سيغ الفول الحمص هو مرنخ لازم يطيب من الاول، وعندي الفلفله، عندي الثوم بكثره. هنايا درت راس ثوم كامل ربيته، وهنا هادو الثوم كاين اللي مقشر كاين اللي لا. هنايا كي تعودوا تاكلوا هنايا عندي دائما التدبيره نتاعي انا والبصمه نخليها. الوغ هنا عندي الثوم خليتها كما راهي بقشورها، غسلتها مليح وبقشورها باش كي تعودوا تاكلوا كي البوماده تخرج هكذا. الثوم مليحه ياسر، عارفين الداء مليحه ياسر وخلاص. المهم انا عندي زوج حبات طوماطيش ربيتهم هنا، وعندي الطماطم المصبره يعني تاع القوطي تاع الحكه احنا نقولوا، درك عندنا نقولوا الباطه الحكه، ايه طماطم الحكه. وعندي بيان سيغ القنطس، القنطس هو عباره عن أنا شريته هنا من عندي قديم. هنا هاو القنطس، ها هويا القنطس، هذا عود، هذا شريته هذا قندي قديم، وهذا شريته جديد. ها من العواد كيفاش دايرين. هذا ندقوه يولي يوزوز في الفم، يولي كي اللي ينملك تعود الصحة كلها تفيبري فوالا، يعني يحيي العروق. هذه درك ندقهم باسكو مازال ما دقيتهمش، نرحيهم بيان. ندير نص مغرفة نتاع قهوة في باسكو راح ندير بارد في بارد، نقولوا حنا ما نديرش ما نقليش. وعندي شويه شحمه، انتم انا عندكم اللحم ديروا لها، انا عندي الشحمه درك نديرها له. هي الشحمة ديرها هنا في الماء، الماء هاو يغلي. بسم الله الرحمن الرحيم.
دير الزيت شوفوا هذا الزيت ثلاث مغارف دير الطوماطيش فوالا الطوماطيش بالمصبرة الأخرى شوفوا مليح اسكت هنا عندي الثوم هذه نخليها هنا والاخرى نديرها في الذي منه كبروا بالك معي صلوا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هنا الثوم نديروا التوابل تبقى الثوم وتبقى الفلفلة نديروا الحمص بعد معاه نستمر حركوا ونجلطوا ها نديها طيب ومن بعد على الفان ندير دوك نروح نفتل المرورة نتاعنا نشوفوا كيفاش نفتل وهذا والفلفل والثوم نديرهم على خير هذا هو صلوا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ها ذيك البطاطا راني قطعتها في ذيك تاع الطوماطيش بعد يلا بسم الله الرحمن الرحيم نخليها دركا طيب ونروح نفتل ولا بسم الله الرحمن الرحيم اوليك الله هذا الزيت كما نقول الناس رهيتو هاديك اشبع نغرفلها نغرفلها وهذا هذا يسحقو نغرف ندير هنايا ندير السميد بسم الله الرحمن الرحيم أنا كما قلت لكم قبيلة خطر تقطع لي سخن البورطابل أنا درت السميد غربلته رقيق يعني السميد رطب مع هذيك المرورة هذيك اللي كان هنا في الصينية أنا درتهم هكذا وأنا بديت في الفتيل على خاطر قلت محماري درت هنايا شوية طعام وبديت نفتل فيه هكا نفتل فيه نبل غير بالعقل هكا نبل غير بالعقل هكا وبرص صبعيا ندير هكا ها درت الزعبيد وحدة هكا نفتل هكا نفتل نفتلها وبدا يطلع ها كان تحسيه مشف هكا شوية وانتي تسوي شوية برشا شوية هكا مش هكا غير شوية أنا مش تكبر هذيك حبة الطعام تكبر يعني تي باكتي لوزو في سوني كيدير هاد الشيء زعما شوفو غير شوية ندير منها ياسر
نقول المبتدئات اللي ما يعرفوش يفتلوا، اما اللي يعرف يفتل مش نعلمهم. المهم حبايبي كما قلت لكم، بسم الله الرحمن الرحيم، راكم تشوفوا كيفاش راني نبركش الصوره الواضحه. والمبتدئات لازم تشتروا هذه الاكلات الشعبيه القديمه باش تبقى، ورثوها اجيال على اجيال على اجيال، لانها اكله هايله هايله. وانا دائما بالنكت نتاعي درك نقول لكم واحد نهار العائله راحت من هنا من البلاد للجزائر، لازم السكر. وكانت هذيك المراه انفا سكنوا في واحد الدار قدام واحد الجزائريين هكا، انفا حنا كلنا جزائريين غيركم في الحال، باسكو رانا كل هاد النكت هادو والمواقف دائما يصراو كل بلاد، حتى في الدار كل يوم انا يصروا لي المواقف في النهار، انا نحكي في الضحك. المهم راكم تشوفوا كيفاش راني نبركش، ديروا غير ما غير العقل وما تزرزقوش. المهم دخلوا ديك الدار نظفوها وحطوا حوايجهم وكامل، بعد لقاو حشاكم الزي و مسدود. ماذا قالوا ان ايوا يحوسوا على واحد حاجه يسبحوا بها ما لقاوش، جدد مساكن قالوا يا نطبطبوا على هذا الدار. وهما قبل ما يطبطبوا عليهم على الحاجه اللي رايحين يجيبوها من عندهم يسرحوا بها داك حشاكم الزيكو، عطاو لهم شويه فلفله وحوايج تاع بلاد، نقولوا احنا تمر وكامل، بدوا لهم الجار الاول طبطبوا عليهم وعطوهم. هما هيك احنا هيك تعرفونا، هما سحقوا حاجه هي حلت له الباب لذاك الطفل البراء هذيك، الصالون قابل بعد الباب تاع الزقاق، هي حلت له الباب وهو شاف الصالون تاعهم تحفه، دايرين واحد العود جيتاره دايرينها في الصالون معلقينها تحفه. عاود طبطب عليها قالت له شكون؟ قال لها انا احنا جيرانكم جدد، حمالتي كان عندك واحد العود عطينا، قالت لكم عطينا عود. قالت له خزرت لخوتها ديك المراه عندها خوتها معاه، قالت لها اوه جاوك الصحراء وين حبوا العود؟ لا قل لها ما نمدوش حنا العود ديالنا. قالت لها هي قال لها قالت لكم ما قالت لكم نعاودوا نرجعوه، قالت لها غير نسمحوا به الزيك ونعاودوا نرجعوه خاطر هو يهتهت. عندي الكاميرا الاخر طاح لي قبيله التليفون طاح لي، خفت لي يزيد يطيح ثاني ولا يحمى. المهم هذيك الدقه قديمه وخلاص التليفون ولا غير راح فيها. هذاك الطفل راح لدارهم عاود رجع لامه قال لها قالت لك ما نعطيش، قالت كيف هبوه العود؟ كيف نعطيك العود؟ هبلته ما انا عاود تبعثت هي سلفها شويه هتهت. قال لها طقطق عليها قالت له شكون ثاني؟ قال لها انا حلي. قالت له ثاني حلي؟ احنا نقولوا حلي. قالت له واش بغيت؟ قال لها حمالي قالت لك المراه قالت لك اعطيها العود، ما ادري نسرحوا به زيقوا وشنو؟ مالك اعطينا العود من السرحه زيقوا. لا كلها كثرت على ما وصاكم، كان على التمر ديالكم ولا الفلفل وليكم حماديك حنايا غير حوسوا على العود سرحوا به الزيت. كيفاه؟ قلت لهم كيفاه ديالي نعطيها لك تسرى بها الزيت وتهبلت يلا روحوا علينا يلا. المهم راح عاود رجع عندهم بيهم يفهم شويه في الجزائريه وهذه دايرين كيما انا ما نعرفش كي نوصل للجزائريه ما نعرفش. المهم قالها روح قول لها اعطينا الحطبه، احنا هما هنا نقولوا العود وهما يقولوا الحطبه. من بعد قال لها ثاني جيتوا انتوما؟
هي وجدت له بعض الساشيات نتاعو تاع الفلفل تاع الاخر باش نعطيهم له. انا حملتك حملتك اعطينا له الحل 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 الحطبه. قالت له شنو؟ تكلم الاخر اللي معاه هذاك يعرف شويه يتكلم. قال له اعطي حملتك اعطينا الحطبه نسرحوا بها الزيت. كل مصباح هكذا عملك عندنا شويه سلك هاكو سرحوا به ما بها ما فيها باس. عطاهم السلك ومساكن بالسيف الحل حل 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 حطبة. شوفوا بركشوا ملي خلي لها من هذه الحطبة ولا العود كثر لي اللايك ونفضلك طول النهار نضحك فيكم ونعلم فيكم ونبركش ونتعب فيكم. أنا عارفة سمحوا لي سمحوا لي. هاتوا الحطبة هذيك بدات تجي. يلا ما كبروا بالكم تاكلوا حاجه مليحه ونقيه. وقبل ما نقعد نرحي فيهم هذوك الحشاش اللي جبتهم نقيتهم الساع من الشوائب والحوايج اللي فيهم ما ومن بعد غربلتهم هذاك التراب اللي فيهم هذاك السفه اللي فيهم نحت كل بعد تحطيتهم في الحياه رحيتهم بعد غربلتهم اكو قدامكم في غربلتهم وتنحلي المقطع قلت لكم ديروا الشيشه ولا شويه طعام وبدوا فتلوا به وكما راني ندير هكا دوكا وبنبي صلاه الناس. هذه هي حريتكم. اعطيكم الصحه على الكومونتير واعطيكم الصحه على هزيتوا لي طلعتوها لي ياسر لا فيديو تاع البندراك وزدتوا كملتوا تاع الشخشوخه. ربي يبارك فيكم اعطيكم ما تتمنوا. والله يا اللي نطلب له ربي غير دعوه مستجابه من عند رب العالمين. كي نطلب العباد راهي طلبتي مستجابه الحمد لله. ما نديرش حاجه ماشي مليحه ربي اللي عالم بيا ماشي العباد. العباد هي عارفه انا عارفه تعرفوني صم تعرفوني قد رب العالمين شتى فهمتي الاروى. يلا امكم حوريه تستاهل ولا لا؟ ريت النهار والله العروقات نبدل القندورات ثلاث مرات كي نعود نقضي والله حتى الطابليه ما نقدرش نديرها على خاطر هذاك الحزام نتاعها هي حال حاني هذاك هو حتى تشوفوا امكم براسكم ام يعني امكم على طول على طول هكا ازلقوا انا نزلقوا درك باش الحبات كل يعودوا قد قد. على بالكم درتوا لي دبانه والله كل دقيقه نعود ليا في الماء ولا نغسل ولا في الكوزينه نروح نجي البورطابل نشوفوا قداش طلعتوا لي المشاهدات. والله اعطيكم الصحه وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير في البلاد وفي خارج البلاد وربي يبارك فيكم ويعطيكم ما تتمنوا ربي يبارك في اعماركم ان شاء الله يا ربي. بركه هذه الايام المباركه هاو غدوه عاشوره يلا اللي يصبح صايم هاو يصبح صايم ولي ما يقدرش ولا حاجه ولا موش داير يصوم يعني هاي من المعروف هاي يصلي هكذا كل واحد ومقدوره. انا الحق مش دايره نصوم في عاشوره وما نش نصوم الحاله حاميه وانا مانيش قادره وان شاء الله نسهمكم في الجنه ان شاء الله وتقبل الله منا منكم الصيام والقيام وان شاء الله الحاجه المليحه كل مليحه في الدنيا. المهم اعمل الخير هذيك الحاجه الصلاه ولا الصوم ولا هذيك بينك بين رب العالمين. اما الحوايج هذيك اللي تظلم بهم الناس ولا هذيك اللي لازم تحافظ عليها ياسر. اللسان ما تقولش الكلمه الخايبه باش ما تجيكش الكلمه الخايبه ما تضربش باش ما يضربوكش فوالا ما تحذفش الناس اللي داروا بالقزاز ما يحذفش بالطوب كما يقولوا ما يطيش الحجر باش ما تجيش حجره هذيك الدار قصه القزازه يا حبيبه ما قدرتش تجي المروره نتاعنا تبكيش هي هذه حاجه متعبه بصح اون فوا دو فوا هكا تنحل الزنجير نتاع الكتاف. علاش بكري ما يضرهمش كتافهم؟ يضر غير الايد اللي تعود دائما تخدم بالمنسج ولا حاجه على خاطر ايد وحده. اما كي يعودوا يخدموا زوج يدين عمرهم
ما يقولوا يا عيني من يديهم ما يوجعوهم ولا والو. تقولوا ليش لاس بكري كانوا قويين؟ لا لا مساكني شفوا ما مهنا ماكلة مهنا الدنيا كل ما كانتش نضرك فيتامينات وطبا ودواوات وصحة وماكلة مليحة وإيزي يعني أنا وبنعمة ربي كذا حدث سبحان الله العظيم شكي ما بكري الحق. المهم المهم هذيك هي نديروا لها شويه ماء وكما قلت لك ما كنتش فيا كيفاش ندير شويه بيبسوب رش الاصابع المروره هذه مليحه ياسر بالنفس. واحد النهار واحد المراه جيراننا بكري عندها مرت وليدها تقول لها ما تروحيش تنفسي في دار ربي وادي نفسي هنا لنفسك انايا وعندنا الوساع وعندنا يعني الاقامه كامل ما تروحيش. جاب واحد الشير واش ما سالنا الله يبارك عليه تقول لي ان بو بيبي فوالا. كل صباح هذيك المراه العجوز تهز داك الطفل كي ترضع امه تقول لها ندخلوا البيت باش ما حتى كيجي عند الحاجه ما يضربوهش بعين. المهم ما يقعدش قدام قدام الناس يجوا نساوين يقصروا كان ياسر في الله تعالى. واحد النهار واحد الصباح جات تصبح عليهم جارتهم الاخرى طبطبت المهم احنا ديما محلولين البيبان قالت واش حالكم دخلت واصبحتوا صبحكم بالخير واصبحتوا قالوا لها بخير دخلت دخلت طول عارفة وين جيها دخلت لوين نفسة ملا ديك النفسة كانت راكدة في فراشها راكدة على فرشها ملا جات قعدت ديك المرأة في بلاصة ديك في بلاصة ديك المرأة ما شفتهاش يا رقيقة خلاص اللي ما دخلكم ينكلوا قعدت عليها عيطت قلت لها قلت لها وين هواه وينها قلت لها ها وينها النفسة قلت لها هاني قلت لها هي ها وين هاد النفسة حليلة اللي جبت لها شوية مرورة تاكلها مع الصباح مازالت حامية هاني ناية هاكي قعدت عليك وين قعدت عليك وين وين هواه كيفاش كيفاش قعدت عليها هي قعدت عليها مرة حاوية مرة كبيرة سمينة السكينة هذيك تعيط وديك قالت لها وينها وينها جات العجوز تجري قالت لها اختي قاعدة عليها هيك النفسة في بلاصتها انت قعدتي في بلاصتها انت قاعدة عليها حاوية تعيط وانت تقولي لها وينك وينك ماما شفتها ربي سامحيني على وجهها ربي سامحيني وصبحت يا الله ما عطاني هذيك المرة واش سموها ما نقولش المهم عرفت هذيك كلتها بالسكينة ما نضت وبالنبي صلاة الناس قلت لكم بكري يعيشوا يعيشوا غير شوية يوصلوا لخمسة وستين سبعين سنة وفي الباي باي قليل اللي يوصل لمية قليل ماهوش ياسر أما دوك الدرك اللي يكون بناتاليتي أكثر من بكري دوك الناس ياكلوا مليح عايشين مليح وما تنساوش باللي رانا ياسر ماناش كيما بكري غير شوية دوك أنا أكثر كثرنا عرفوا باللي وبنعمة ربك فحدث يعني ما كي بكري كيما درك لا لا قولوا ليش بكري أصحاح بكري ما يروحوش للطبيب يموتوا في فراشاتهم تكون مولات 45 سنة قلت عزوز أنا مولات 45 سنة مازال ما عرست يعني البعض مش دينا هتقرا هتزيد هتخدم هذيك هاو مازال أنا في رأيي ما حتى في رأي العلماء الكبار وهكا يقول لك الدركة خير من بكري فوالا. المهم هذه هي قعدت عليها النفسة السكينة يلا هذه نطلعوا دركة هذه الزوجة طلعوها ونعاودوا هذاك اللي طاح نشوفوا كيفاش ندير نفلوه نعاودوا ندخلوا فيه هذاك الديك وذاك اللي طاح فوالا حسي شحوريتكم يلا كثروا لايك ونفضلكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير حتى كل فيديو طويل أكثر شوية أكون تسمعوا في أنا نضحك فيكم
ونعلم فيكم اللي حاجه اللي نعرفها انا ندير فيها. انا نحيي في التقاليد القديمه. جا واحد راه هو ماهم ياكلوا في ياسر، راهم ياكلوا غير في الشاورما والبيتزات ولا داك القليل اللي راهو يدير في هاد الحوايج. الوغ نعاودو نحيوهم وراتنا المليح تقورتي هنايا. هاد المروره ما تلقاهاش في جهه اخرى، تلقاها بوصفات وحدين اخرين، فهمتوا؟ يديروا غير زوج حوايج ولا ما يديروهاش كيما نتاعنا. ودوك نوريكم الطعام بالاعشاب كيما داك الطعام تاع البليديين والجزيريين بالحلحال غير بعشبه وحده. هنا لا، هاي بسبع اعشاب اعشاب. فوالا هاك شوفوا كيفاش نعاود نفتلها، نسقيها غير بشوي بشوي، يدخل فيها داك اللي تحت، ومن بعد نحط فيها داك اللي في الصينيه وبنقص لك الناس. راني موجدة البرمة فيها الماء باش نفورها، وهذيك الاولى اللي كبيرة البلون كبيرة هذاك نقول حنايا البركوكش الاول، راني باش نديرو اليوم في المرورة هذه. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هايك جات البركيش نتاعنا، مرورتنا يا حبيبة. هي كل قضيتها ربع ساعة ولا عشرين دقيقة، وانتي فاتلة مرورتك بيدك، يضربت ويده ما وجعته. نزيد نسقي بشوية ماء باش نكمل هذاك الدقيق اللي راهو شوية اللي بقى في الصينية بالحشاحش شاوش كما يقولوا. واليوم نهار المرورة، كان بكري الناس اللي تعرف مستوى وتقورت القديمة جالي وسيدي بن هارون ومقابل واحد العشة مقابل سيدي بن هارون يسكن فيها واحد يقولوا له القفي. القفي هذا جاي من بلاد بعيدة ما ناش عارفين منين، ولا الدراج ولا قيلة ولا ما ناش عارفة شكون. جي با شيرشي ا كومبروندر بك، نعرفوا غير احنا صغار القفي نخافوا منه، عيني حمورة هو أسمر شوية ريحته بيضاء، ويجي للديار لي يشم نفسه وكان يجي يدخلها يقول لها تي نرضع. ايه هكا عنده بندير وطول النهار ويدور به ويدور في الديار يعطوه يرضع، مساكن يخافوا نساوي يمدوا له يرضع. كانت امي في واحد الدار عنده واحد المراه تباكلها نفسه، قلت لكم نزيدوا لها شويه ماء ونبركشوا من العاده، وتشوفوا فيا انتو ليكا وراني نحكي مش متملوش. فوالا حبايبي اضحكوا يا حبايبي يا غايبين. المهم كثروا لي لايك وفضلكم، كثروا لي لايك لي لايك لي لايك وبارطاجوها هذه باش يعرفوا يفتلوا المروره ويطيبوا المروره على طريقه حوريه الدرويه. المهم هذه قلت لكم جاء البيبان ديما محلولين، وكانت امي قاعده حداها وهي ترضع في واحد من ولادها، كانت نفسها مالا دخل قال لها نضع نضع يعني نرضع نضع نضع هاج نضع نضع. مالا قالت له امه، قالت لها واش قال لي نرضع واش ندير له. قالت لها هي استني دوك انايا نعرف واش نقول. قالت له روح ابوي القفي، روح حمي بنديرك باش تطبل لنا شويه، روح القايله مازالت قبل ما المغرب، روح حمي البندير وارواح هاك تستنى درك يرضع الطفل وتبعد ترضع نتايا بعد هو ثاني نتايا حتى انت وليدها. المهم دار في راسه قالها نرضع، راح يمشي نضع فرحان باش يرجع عاود يرجع. المهم هو كي غلقوا الباب قالت لهم ما عرفتوش تحلوا خلوا الباب محلوله، هاكو عارفين يشم شمان ريحه النفسه وهاكو عرف باللي عندكم النفس. يعود الراجل هنايا اكو حالي الباب، كان ما عادش الراجل هنا اغلقوها يعني سكروها الباب ما عادوش نرضع يا نضع مسكين القفي. هذه هي تقورت القديمه تاعنا وبن بيصلات الناس، وبارك الله فيكم على كل شيء. وانا هذه احبتي والكي لي كومونتير اللي كديروا فيه في الفيسبوك احبتي، والله العظيم ربي يبارك في اعماركم انتم وكل عائلاتكم يا رب العالمين، حتى اللي دار لي حرف صغير ربي يجازيه. ودوك تشوفوا الدعويه يعني تجيكم بربي ان شاء الله تجيكم غير بالملاحه يا ربي. انا دائما ربي مستجاب لي دعايا سيتو العبد الغريب.
يلا هاني كملت دوك نغربلها برك نحل هذاك القاع. قلت انا البث، البث هنا نقولوا القاع يعني الدقيق ليا ليا هبط من الطعام ولا من البركوك، شو هو البث ولا القاع. غرب لي حوريه نطلع هذاك الخشين هاني بال بالنزال، نزال الزرع باش يطلعوا لي غير هذوك الحبات الكبار. قلت لكم باش نديرهم بركوكشات كبار، يعني المروره نديرها نديرها شرقيقه. ايوه شوفوا كيفاش هكا على حبه هذا دوك نفوروا ونلوحوا في في المرقه طيبك وشفتوها يتبك بك يا حبيبه. صلوا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفؤيمي لشوز لازم تبغوا الحاجة هذيك حاجة وكان تبغوها تجيكم مليحة. لا أنا دركا بالطلاع نهز داك الزاوج ونديرو وحده نروح ننشروا هدايا، ننشروا المرة أخرى نديروا حاجة. نقدر ندير حتى طعام بالخضرة عليك يديروا الناس غردايا يديروا السراير يقولوا هما طعام بالخضره بالسراير ما يديروش كيما حنايا هكا عيش ولا بركوكش لا يديروا طعام بالخضره بالكابويا البطاطا الجريوات ولا اللفت ولا هذا القرعه ثاني كتولي القرعه كيف ثاني بالطعام الاعشاب قلنا السراير سراير الله ربي يحل علينا وعليكم المراير الغراير هذا هو. يلا نهار كامل راني ما بين تاع الخضرة الخضرة ما كانش يعني غير دوك لي زيبيس ودوك التحضيرات مع الفتيل مع ال هكا كنت عارفو الدار الحالة سخونة على خاطر كل دقيقة نبدل قندورة كل ما انت الحال اللهم جرنا من حرب جهنم. هذه بروس الاصابع راني ندير هكذا باش يطيح لي داك البث ما يبقاش فيها فوالا غادي نديرها في جهه قلت لكم نيبسها حتى فوق طرشونه مليحه ولا طبه نقول احنا كتانا ندير كيكه شويه يلا من بعد ان شاء الله نروح نفور هذاك ال نروح هذه ندور هذا خورو خصها الحبة جاية وما نقرش بوبوب. يلا كتروا لي لايك وفضلكم ونتلاقاو دركا. أيوة بعد ما طابت طابلنا الحمص والفول وديك الشحمة والسيوخ هنا يا أني فورت نمسحو شوية خطر الضباب شوفي كيفاش وضحت الصورة. بعد ما فار البركوكش نتاعنا هنا نلوحو طول في المرقة بسم الله الرحمن الرحيم نلوحوه كامل هذاك هو. نزيد له شويه ماء ونخليه يتكتك بغرضو هو وطايب والمرقة طايبه سما درك شوفوا ما يتحل ما والو خاطر مفتول مليح. صلوا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. درك هذه هي المرحله الاخيره تاع الطياب نخليه يتجمر شويه وندير له زوج ولا ثلاث مغارف سكر. كان عندكم ديروا التمر بصح التمر ما يشهد تخليه ديروا ياسر تمر لازم ما تخليهش حلو ياسر خاطر هو مر شويه الاعشاب هذيك مره. نهز الكسكاس اللي نفطو بس كوني غير بيد وحده خايفه لا تحلي البورطابل. هايوا شكلها جديره تبك بك يا حبيبه. يلا من بعد ان شاء الله